خلونا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. منورنا يا فندم. شكرا يا فندم. ازاي صحه حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. كله تمام؟ الحمد لله. يمكن هحاول الاول بمقدمه ما حضرتك اللي هتتفضل بيها اهميه التعليم الفني في النهضه الاقتصاديه والصناعيه لاي دوله ولاي مجتمع. بص حضرتك، هو لو في اي دوله عايزه تعمل تنميه اقتصاديه أهم شيء تهتم به طبعاً هو الفنيين اللي بيقودوا صناعتها وزراعتها وخدماتها، لأنه ده العامل الأول اللي بيسأل عليه المستثمرين الأجانب أو حتى المستثمرين المحليين طبعاً. يعني أما مصر عملت منطقة قناة السويس مثلاً عشان تجذب الاستثمار الأجنبي في منطقة كبيرة جداً من العين السخنة لغاية بور فؤاد وبورسعيد، كان بيجي مستثمرين كتار من أوروبا، وأول حاجة بيسألوا عليها إحنا عايزين الفنيين. شو حضرتك حتى بيسألوش على المهندسين الأول، لأن احتمال الأكبر المهندسين يبقوا من عندهم. فلما بيتقال إنه والله موجود في كذا وكذا وكذا، لو ما لقوش اللي هم عايزينه بيبقى قدامهم يعني مجموعة من الاختيارات، يا إما إنه يجيب من جنوب شرق آسيا يا إما يرجع. فطبعا ده ما يساعدش يعني التنمية الاقتصادية. لما تشوف حضرتك مثلا شركه زي شركه زهر مثلا، التكنولوجيا اللي هي بتستخدمها في استكشاف الغاز تحت الميه تكنولوجيا عاليه جدا، يعني دي السينيور فيها بيبقوا مهندسين طلاينة وبعضهم مهندسين مصريين، انما ما يلاقيش كل المهندسين المصريين في مصر برضو، يعني اقبل انه يجيب من بره فديا، انما ما ينفعش يجيب فنيين. خصوصا ان بلد زي مصر مختلفه شويه عن البلاد المحيطه، ان احنا عندنا الشباب اللي في مرحله التعلم نسبتهم عاليه جدا من السكان. يعني احنا عندنا 40% من السكان في مرحله التعلم. 40% يعني 40 مليون مواطن؟ 40 مليون مواطن في مرحله التعلم، في اللي هو ما وصلش للسن اللي هو خلاص استقر في شغلته. عندنا مثلا اللي في المدارس بتاعت التربيه والتعليم وصل دلوقتي الى 25 مليون مواطن، طبعا من كي جي 1 وكي جي 2 لغايه لحد ثالثه ثانوي، لحد ثالثه ثانوي وخمسه ثانوي الى اخره. فيعني الحاجه اللي يعني اللي احب اقولها انه الاهتمام بالتعليم الفني ما بقاش يعني زي ما تقول حاجه موضه، او ان احنا نبقى مثلا متقدمين دوليا، ده مش كافي. المهم ان الولد او البنت اللي بيتخرج من التعليم الفني يبقى عنده المهارات والمعارف والسلوكيات، معلش يعني، اللي يقبل بيها المستثمر الاجنبي. حلو جدا. طيب ده معناه انه انا بطور نسق التعليم ومناهجه وتقنياته، وايضا اذا صح التعبير بتاع زمان ورشه، بس اظن كمان الموضوع دخل فيه التكنولوجيا، مش مجرد الورشه العاديه بتاعت مدارس التعليم الفني زمان. كلام حضرتك مظبوط، لانه احنا التحدي اللي قدام مصر في تطوير التعليم وفي تطوير التعليم الفني انها بتسابق التكنولوجيا. يعني الكلام ده لو كان احنا كنا قريب مع الدكتور طارق في فنلندا، ففنلندا كانت يعني لغايه سنه الحرب العالميه الاولى 1920 كانت محتله، كانت روسيا محتله طبعا، وبعدين طبعا الجو والسكان والموارد اللي موجوده في فنلندا يعني وحشه جدا. درجه الحراره في برد قارص، طبيعه قارص جبليه وعره جدا، عدد السكان مش كبير. كل اللي موجود هو غابات، حتى غابات يعني مش قويه قوي يعني. فالناس يعني وزيره التعليم شرحت لنا انه ما كانش قدامهم، يعني قعدوا شويه كده يفكروا بعد ما الاحتلال بتاع الروس خلص لغايه سنه 70 او 60، بين 60 و 70 بداوا يفكروا طب احنا هنعمل ايه؟ احنا ما عندناش غير البشر. البشر هم اللي هنستثمر فيهم، وبالتالي لازم نعمل تعليم كويس، تعليم عام وتعليم فني، تعليم جامعي يخرج ناس متعلمين وعندهم مهارات. النهارده اول شركه بتعمل موبايلات لو تذكر حضرتك كانت نوكيا. طبعا حقيقي مش شغاله دلوقتي، انما عندهم حاجات تانية بيعملوها. جنبهم السويد، جنبهم السويد عملوا ماركه تانية. بالظبط. مثلا النهارده جودة التعليم في فنلندا دايما في أول خمسة في العالم.
هو اظن البلاد اللي هي النوردكس دايما يعني النرويج وفنلندا والسويد وهكذا بيحتلوا المراكز المتقدمه. بس فنلندا ليه بنقولها؟ لان فنلندا اللي عندها بترول ولا غاز، النرويج جنبها فيها، في طبعا انجلترا في اسكتلندا فيها، الدنمارك عندها حاجات تانية. عندها الدنمارك مثلا من اشهر الدول في تصنيع الويند تيربنز. احنا بنجيب الويند تيربنز بتاعتنا من الدنمارك، من الدنمارك وحاجات تانية، الصناعات الغذائية. ليه؟ لأن هو استثمر في التعليم. إنما جو بلاد اسكندنافيا جو لا يساعد على النشاط يعني. صحيح. هم واخدين عليه طبعا أكتر مننا، إنما الاهتمام بالتعليم هو ده ما يسمى بالاستثمار في البشر. لأن مهما كان في كنوز تحت الأرض ربنا بيرزق بها بلد معينة، فهي مصيرها إلى الزوال في وقت ما. طيب، في ثقافة مصرية متعلقة بالتعليم الفني، الثقافة دي تنقسم إلى حاجتين، حاجة منهم إن الولد لو خاب هيخش تعليم فني مش هيكمل فيه الثانوية العامة العادية، والثقافة الثانية بتاعت إنه التعليم الفني هو للبسطاء وغير المحظوظين ماليا واجتماعيا، ودي ثقافة مش موجودة في الدنيا غالبا غير عند مصر زمان وعند بلاد تانية برضو، لكن البلاد المتقدمة جدا ما عندهاش الثقافة دي خالص. مظبوط، كلام حضرتك مظبوط 100%. يعني دايما المثل اللي احنا بنضرب بيه ان الثقافة دي مش موجودة هو ألمانيا. وألمانيا بتعتمد في تعليمها، طبعا ألمانيا هي الاقتصاد نمرة 4 على العالم. الأول في أوروبا وأربعة على العالم. بالظبط كده، مئات بل آلاف الشركات. اقتصاد طبعا متنظم، يعني مثلا الطاقة مثلا بيعتمدوا على الطاقة النظيفة، أول بلد في أوروبا ما بقاش عندها محطات طاقة نووية. كل الحاجات الجديدة بتاعت المناخ والبيئة هما بيطبقوها أوتوماتيك قبل البلاد التانية. 70% من الطلاب في مرحلة التعلم بيختاروا التعليم الفني. يعني احنا معانا هنا عديد من الخبراء الألمان بيساعدونا في تطوير التعليم الفني بتاعنا. مش عايز أقول معظمهم يقول لي أنا والدي كان في التعليم الفني، أخويا كان في التعليم الفني. وده لا يعني إن هو تنو تكنيشن طول عمره. ده هو بيقول لي ده بعد كده خد جامعة وخد دكتوراه وخد وخد وخد. وكثير منهم من الفنيين دول اللي كانوا في التعليم الفني، ألمانيا فيها حاجة عجيبة، تلاقي المصانع في القرى. لأنه المصانع كلها بدأ من الفاميلي بيزنس، يعني راجل مبتكر يبدأ يطور حاجة معينة، والحاجة المعينة دي تتطور شوية بشوية لغاية لما تبقى صناعة ثقيلة. يعني احنا بنتعامل مع احدى الشركات دلوقتي مع الهيئة العربية للتصنيع في صناعة يعني تعتبر يعني يمكن ارقى صناعة في العالم، اللي هي صناعة التصنيع الذكي، اللي هو التصنيع اللي جاي في الثورة الصناعية الرابعة، اللي هو مش هيبقى فيه فني لابس اللي يسموه الانجليز بلو كولر، يعني يا بلو كولر اللي هو اوفرول. بالظبط كده، اوفرول. انا شايف قدامي اهو دي مدارس وحاجات زي كده، وشايف طبيعه التعليم هي مختلفه عن اللي كنا بنشوفه زمان. لا الحمد لله، يعني هو ده. فعايز اقول لحضرتك الشركه دي بدات في قرى، انا لسه شايف القرى دي مثلا من 3 اشهر، قرى صغيره، قريه او زي مركز عندنا هنا، وكل العمال اللي بيشتغلوا في المصنع اللي بيصنع ما يسمى بالسي ان سي ماشينز او الكمبيوتر كنترولد ماشينز ومكانات الطباعه ثلاثيه الابعاد، وبيصنع هنا في مصر. المكان ده معمول مصنع يطلع الحاجات دي عشان يصدروا لافريقيا، مستخدمين مصر كزي مركز هب لافريقيا. كلهم القريه دي، العمال كلهم اللي في المصنع، ده سالت السؤال ده يعني مخصوص، سنهم بين 20 و30 سنة ومن أهل هذه القرية. وبقى مش القرية دي، حتى سألت طب معقولة المصانع دي تبقى في القرى؟ فكانت إجابتهم المرافقين بتوعي من الشركة قالوا ما هم أصل الفلاحين اللي في القرية دي هم في الشتاء الجو وحش فما بيعملوش أي حاجة، فهم قاعدين في البيت. فبيفكروا في يعني القرية اللي كنت فيها بالذات في تصنيع المعدات الزراعية اللي بيستخدموها في شغله، تصنيع المنجل وكل الحاجات اللي بيستخدموها في المزرعه. سنه بسنه، سنه ورا سنه ورا سنه، حصل تطوير، وصل الى الثوره الصناعيه الرابعه. عارف حضرتك اللي جاي في الشركه دي اللي هيجي مصر قريب، ودي يمكن اخر مدرسه وقعنا البروتوكول بتاعها مع الهيئه العربيه للتصنيع من كام يوم، هو في مجالات التصنيع الذكي والطباعه ثلاثيه الابعاد. الطباعه ثلاثيه الابعاد دي
دي هتبقى ثورة صناعية لما تخش مصر، هتسهل حاجات كتير جدا جدا. على مسألة تخش مصر دي أنا هستأذن حضرتك، هطلع فاصل ده كمل فيها الكلام، لأن ده شيء مهم جدا، إنه خريجين المدارس الفنية مش هم بتوع من 50 سنة ولا حتى من 20 سنة، مش الأسطى الفورمن اللي احنا كنا بنشوفه، ده حد هيقعد يتعامل مع تقنيات وسوفت ويرز وكمبيوتر و3 دي برينتر حدوتة يعني. ده داخل عندنا في مصر او ده بيبدأ عندنا في مصر؟ دي حكاية هنكمل مناقشتها مع دكتور محمد مجاهد، بس هستأذنكم برضو وجب التنويه. السؤال اللي احنا طرحناه على حضراتكم، اهم 2 في حياتك، احمد بيقول والدي اطال الله في عمره اللهم امين، امي ربنا يبارك فيها، وبحب اهلي كلهم بالتساوي والله دون فرق. انا ناسا ماشي. بابا واخويا ايمان، اهلي وحبيبي اللي هو اسمه ايه يا ايمان. مو بيقول الاهلي واهلي، حلوه. حد تاني غير الاهلي يعني قول لي اسماء. سما بتقول بنتي ليلى وامي. جوجو بتقول الله ورسوله تحياتي وتحيا مصر، مزيد من التقدم والتوفيق اللهم آمين. طيب شوفوا بقى، احنا هنرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. التعليم الفني اللي بيحصل دلوقتي في مصر حاجة تانية خالص، وبالمناسبة يعني خريجين هذه المدارس في العالم واللي بيشتغلوا في نوعيات المصانع والتكنولوجيا اللي بيستخدموها اللي اتكلم عليها دكتور محمد مجاهد، دول بيقبضوا كتير قوي بره، قوي احيانا اكتر مني. والله اكتر مني، مش انا يوسف يعني، اكتر من الناس اللي زي حالتنا اللي بيقوموا بوظائف مكتبية وورقية عادية جدا. هنروح لفاصل ونكمل الكلام. أصلاً بستكمل الساين اب بتاع ابلكيشن يلا، عجباني الحكاية بصراحة، بس خلوني أرحب بالدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. واستكمالاً للكلام، فإحنا عندنا في مصر هنبدأ نشتغل بالتكنولوجي بتاع الطابعات ثلاثية الأبعاد؟ ده مظبوط. هي يعني بالذات المدرسة اللي احنا دكتور طارق شوقي وقع البروتوكول بتاعها من 2 أو 3 أيام مع الهيئة العربية للتصنيع ومع احدى الشركات الألمانية، مكونة من التصنيع الذكي زي ما قلنا، اللي هو التصنيع باستخدام برمجيات الكمبيوتر، والتصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد. ايه ميزة الصناعة ثلاثية الأبعاد؟ هحاول اشرحها ببساطة. التصنيع العادي لو انا عايز اعمل اي حاجة، دي مثلا عايز اعملها بان انا اعمل ازاله معدن مثلا، فبجيب حاجه كبيره كده وبعدين اشيل منها بالمخرطه او في الفريزه. أيوه. واعمل التقب واعمل ده واعمل ده، كانه ده يعني عباره عن تشغيل بازاله المعدن. طبعا زمان انا اتعلمت كده، وكل الناس اللي في العالم اتعلموا كده من اللي في سني واللي بعدنا كمان. هو ده كأني بأهدر المعدن ده، لو المعدن ده غالي كل ده بهدره وبرميه وبستخدم بس الكوباية. التشغيل بالطباعة ثلاثية الأبعاد عكس ده تماما. هو بيسموه باللغة الإنجليزية manufacturing by addition. addition يعني إيه؟ يعني باي إن أنا بخلق الشكل. الطباعة ثنائية الأبعاد كأني بطبع ورقة مستوية مسطح، إنما لما أبدأ أطلع كده بقت ثلاثية الأبعاد 3D. ولما اغير شكل الورقه كل 1 ملي هيطلع لي اي شكل انا عايزه في الدنيا. وبالتالي بقت الطباعه ثلاثيه الابعاد اولا بدات تنتشر في العالم، لها بقى تطبيقات ما كانتش تخطر على البال بالذات في مجال الطب. يعني مثلا لما يكون عايزين نزرع سنان للبني ادمين، الدرس بتاعي مختلف عن درس حضرتك، مختلف عن درس التاني، ده الدروس حتى المختلفة في بق أي بني آدم مختلفة عن بعضها. طب لو عايز أزرعهم لازم اللي بيحصل بقى دلوقتي إن أنا أخد صورة بالكمبيوتر 3 أبعاد للدرس، وبعدين أسلم الصورة دي لمكنة 3D printing وأقول أبدأ تطلع لي الدرس، يطلع لي الدرس. الأجهزة التعويضية في بلد زي مصر عندنا للأسف احتياج لهذا،
ما تيجي تصنع اي اجهزه تعويضيه لاي بني ادم، ده مش نفس الجزء التعويضي ده هينفع لكل البشر، هينفع لده بس. فبالتالي دي يعني احد التطبيقات للطباعه ثلاثيه الابعاد اللي هي يعني هتنتشر في المستقبل، زي ما في اصبح بيوت بتتعمل بالزيدي برينترز. بالظبط كده. ده انا بس حبيت اقول الطب ده لان دي حاجه محتاجينها جدا في مصر، زائد انها شوف بقى حضرتك مثلا اطباء الاسنان او الاطباء الجهاز التعويضيه حاجتهم دي تتطور جدا جدا. طبعا في بقى مجال اللي هو الاشكال المعقده جدا اللي انا ما اقدرش اعملها بان انا اشيل المعدن يعني عن طريق المخرطه او الفريزه او كده، دي بقى الطباعه ثلاثيه الابعاد امكانياتها يعني لا يعني كتيره جدا جدا. ان انا اعمل الاسطمبات المعقده مثلا لو عايز اعمل اسطمبه لحاجه، يعني البلاستيك اللي بيتحط فيه الميه المعدنيه اللي احنا بنشربها، هو ثمن البلاستيك ده، ثمن العلبه دي اغلى من ثمن الميه. احنا بنشتري اكشوال العلبه يعني. يا نهار ابيض. فعشان كده لما اعملها رقيقه جدا جدا اكسب اكتر. صح. عشان اعملها رقيقه جدا جدا محتاج اسطمبه معقده جدا. الاسطمبه المعقده دي بتتصنع ب 3D printing. طيب احنا وصلنا الى فين في مصر في مساله تطوير التعليم الفني؟ انا عارف ان احنا تقريبا عندنا 60 مدرسه تعليم فني حديثه. احنا وصلنا ل 40 مدرسه. 40 اوكي. ان شاء الله يعني اسبوعين وهتبقى عندنا 40 مدرسه. دي مدارس طبعا براند جديد من التعليم الفني، نقدر نقول عليه تعليم فني نموذجي، وبينشا هو تطوير للتعليم المزدوج. ان احنا بنعمل المدارس دي بالشراكه مع ارباب الاعمال، اصحاب الاعمال، الشركات الكبيره. عشان يبقى هو اولا بيلتزم معانا بالاستثمار في البشر اللي هو هيشغلهم عنده في مصانعه. حلو. و او غيره يعني المصانع اللي خرجت طلبه تقريبا عينت 90% من الخريجين. كويس جدا. طيب كمل يا فندم. فدي احد الحاجات ان احنا يعني نشرك القطاع الخاص في تطوير التعليم في تطوير التعليم، لان هو صاحب هو اللي هيشغل الـ 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 الخريجين دول. زي ما كنت بقول لحضرتك الاستثمار الاجنبي اللي هيجي لما شركه تكون مستقره، وهو ده اللي حاصل في المانيا. في المانيا الولد لما بيوصل ل 15 سنه ويخلص التعليم الاساسي بيدور على فرصه تدريب في شركه، شركات كتير. ايوه. فرصه التدريب في الشركه هو ده التعليم الفني المزدوج. فطبعا ده ان شاء الله ناويين نوصل، كنا ل 100 مدرسه من هذا النوع. بس طبعا ال 100 مدرسه دول قليلين بالنسبه لحجم الطلبه اللي احنا محتاجينهم في مصر. يعني عندنا 2500 مدرسه فنيه، عندنا 2.1 مليون طالب. فال 100 دول احنا الحقيقه عندنا يعني تعاون شديد بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره التخطيط والجهات الاجنبيه اللي بتساعدنا. فدلوقتي في تطور جديد ان احنا ما نكتفيش ب 100 مدرسه خلال الاربع سنين الجايه، لكن نوصل ل 200 واكثر. والحمد لله يعني اول يعني الحاجات المبشره ان ما بقاش في مشكله كبيره في التمويل الحكومي، لانه بقى يبقى في نتائج. لما بقى المدارس يبقى هتبدا تطلع خريجين. صح. ده بيغير الصوره، حتى بيعلي الترتيب الدولي المصري، بيحسن الترتيب الدولي المصري في مجال التعليم الفني. ده ما كانش بيحصل عايز اقول يعني لوقت كبير يعني. فده الحقيقه حاجه. الشيء الثاني بيه انه بالاضافه للاقتصاد المصري، الخريجين المصريين من التعليم الفني بالذات ومن الجامعات طبعا في الكليات اللي هي عمليه اكتر، مطلوبين في الفترات القادمه في اوروبا. ليه؟ وده ما بنسافر اوروبا المانيا وفنلندا وايطاليا، الطلب ده بيتقال صراحه وبيتقال العدد كمان. يعني عايزين الخريجين بتوعنا؟ عايزين الخريجين بتوعنا، بس مش الخريج اللي هو اللي ما بيعرفش مثلا يتكلم انجليزي، اللي مهاراته مش معتمده دوليا، اللي على قديمه بقى خريج بتاع زمان. ده مش مقبول. لازم يكون واخد شهاده جداره كده. لازم يكون واخد شهاده، لازم يكون، ولازم يكون متعلم بمنهجيه اللي حضرتك قلتها دي، الجدارات او الكومبتنسز. كومبتنسز او الجدارات بتختلف عن التعليم العام اللي بيعتمد على المعارف بس. يعني لما اشوف حضرتك الثانويه العامه او الاعداديه هو مدرس وكتاب وسبوره. بنحاول ندخل مهارات وانشطه، انما مقاومه شديده.
انما التعليم الفني التعليم الفني بقى انت لازم تبدا بالمهارات والمعارف المصاحبه لها والسلوكيات. يعني السلوكيات بتاعت الطالب في التعليم الفني في منتهى الاهميه، انه اولا يلتزم، يكون منضبط، يصحى بدري، يروح الوقت، يروح الشغل في الميعاد، يكون واخد على البيئه الصناعيه، يحافظ على البيئه، يحافظ على صحته، يحافظ على المكنه، المكنه ممكن تكون بملايين. فالحاجات دي ميزه التدريب في المصانع، ان هو بيكسب الطالب التلات حاجات دول، اللي هي يبقى هي دي الجداره. الجداره مين اللي بيحددها معانا بقى؟ هو ده الجديد في التعليم الفني. احنا بنقعد مع رجال الصناعه. حلو. ورجال الصناعه نعمل معاهم جلسات، انا حضرت بعضها من اسبوعين في احدى الفنادق في الساحل الشمالي، في مثلا في مجال الهايبر ماركتس، مجال تجاره التجزئه مثلا. مش واحد شركه واحده اللي بتعمل معانا مدرسه، انما عشان نحدد الجدارات بتاعه الخريج لقيت جايبين 10 شركات. وهكذا في كل حاجه. بنعمل مثلا مدرسه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنجيب مع شركه واحده، جايبين الشركات المثيله ليها، بحيث يبقى عندنا مجموعه من الممثلين للصناعه بيحددوا الجدارات اللي لازم الخريج يكون مكتسبها قبل ما يتخرج. بل بالعكس كمان طبعا بنراجع مع بعض ونصمم المنهج وهم يراجعوه لنا ونصممه تاني لغايه لما يبقوا راضيين عنه، وبعدين نبدا نعلم الاولاد. الجديد بقى ان احنا بنجيبهم يمتحنوا معانا الخريجين. لما نيجي نمتحن الخريجين ما يبقاش المعلمين بتوعنا هم الوحيدين اللي بيمتحنوا الخريجين، ده احنا بنعمل لجان السنه دي اول مره هتتعمل، عندنا ما يقرب من 55,000 طالب داخلين الدبلوم السنه دي، بنمتحنهم عن طريق لجان مشتركه بين المعلمين التعليم الفني والممثلي الصناعه. فده اول مره بيتعمل. لانه بعد كده ليه بقى؟ لان الصناعه لما تجيلي الشكاوي اللي كنت حضرتك بتقول عليها من شويه، ده الولد مش عارف المهارات، ده الولد ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما بيعرفش يقرا ويكتب، ده جاي منين؟ ما هو ما جاش التعليم الفني، فهو كان بيكتب وبعدين التعليم الفني نساه، هو جاي ما بيعرفش فعلا. صحيح. نتيجه التدهور اللي حصل في التعليم الاساسي. صحيح. يعني صحيح. فبالتالي احنا بنقول للصناعه بكل تواضع، تعالوا شاركونا في تصميم المناهج، في تصميم الجدارات، في التركيز على المهارات اللي انتوا عايزينها، وفي امتحان الخريجين. وانا شخصيا باكد عليهم اللي ما يفيش بالغرض وما يكونش عارف الحاجات، تقول له ان ده ما اجتزش الجدارات ولم يعد جديرا بعد، او لم يعد جديرا خالص، ده لازم يعيد السنه. وبيتعلم طيب لغه انجليزيه كويس علشان يقدر ده الحقيقه حضرتك جيد. لا هو ده بقى، هو ده المجلس الاستشاري كنا عاقدينه عشان كده. اولا المجلس الاستشاري ده لو سمحت لي هو مكون من ايه؟ هو طبعا مكون من الوزاره ووزاره التربيه والتعليم والوزارات الاخرى المرتبطه عملها بينا، زي وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه لان هي مسؤوله عن التنميه الاقتصاديه طبعا. وزارة التعاون الدولي لأن هي مسؤولة عن التعامل مع الدول الأجنبية اللي بتساعد مصر في تطوير التعليم الفني، بتساعد مصر في تطوير التعليم الفني ليه؟ لأسباب عديدة، أولاً لأهمية مصر زي إحدى الدول مثلاً بتعتبرها هب لأفريقيا مثلاً، أو بتعتبرها مجاورة لدول أوروبا، فبالتالي ممكن يجي منها فنيين يحلوا مشاكل العمالة المستقبلية لأن القارة الأوروبية بتعجز. ما فيش يعني أطفال زي العدد اللي موجود في مصر. فبالتالي وزارة التعاون الدولي هي اللي بتتولى، وزارة التجارة والصناعة. حلو. فدول أول مجموعة، الوزارات الحكومية اللي مهتمة بالتعليم الفني. جميل. الحاجة الثانية ممثلي الجهات الأجنبية اللي هي بتساعد مصر في التعليم الفني، زي ثلاث حاجات. الحكومة الألمانية، ده تعهد يعني رئيسي. الله. من سنة 2018. و الاتحاد الاوروبي والمعونه الامريكيه. عظيم. دول الثلاث حاجات، طبعا معاهم حاجات بقى تبعهم زي بنك التعمير الالماني، زي حاجه اسمها جي اي زد، لكن دي الثلاث طبعا في جهات ثانيه، سويسرا برضو بتساعدنا، بس الكم الاكبر من المساعده جاي من الثلاث جهات دي. فكان طبعا موجود يعني بعض الممثلين السينيور ستاف بتاع الجهات دي مندوبين عن السفير كل جهه.
وموجود الاستاف بقى الفني اللي هو بيمشي الحاجات في المشاريع اللي هم واخدينها، زي مشروع المعونة الأمريكية، مشروع الجي اي زد، مشروع الاتحاد الأوروبي. طبعا الحاجات دي احنا ما بناخدش فلوس كاش، ده مش كويس. انا فاهم. احنا بناخد معونة فنية. طب انا اخر حاجه وهستاذن انه هتبقى الاجابه بقى سريعه علشان للاسف ميعاد البرنامج خلص، احنا عاملين كل ده علشان خاطر يبقى في عندي الولاد بتوعي هنا في مصر، ولا كمان اصدر فائض للخارج؟ والخارج هنا انا مش بس بعني بيه اشقائنا العرب، لكن الخارج كمان واوروبا وامريكا الخ 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 افريقيا. عشان كده كنت بسال على اتقان الانجليزيه. ده فعلا سؤال جميل، وهو لسه ما قلتش اجابته. هو اتقان الانجليزيه، هو الانجليزي اللي موجود حتى في مدارس الثانوي او الاعدادي او المدارس التعليم الفني، يعني اللي اقدر اقوله وانا متاكد عن مدارس التعليم الفني انه لغه انجليزيه تقليديه لا تؤهل الطالب ان هو يتواصل بيها. الطالب بتاعنا او الخريج بتاعنا لما ان شاء الله يتقن الجدارات الفنيه ويجي له فرصه عمل في اوروبا، هو مش هيقدر يتعلم اللغه الالمانيه هنا في مصر. لكن لازم الاتجاه اللي احنا واخدينه ان احنا نعلمه انه يتواصل باللغه الانجليزيه. حلو. بحيث انه يقدر اول كام شهر يحمشي حاله لغايه لما يتعلم لغه البلد، لحد ما يتقن اللغه بتاعت البلد. بالظبط كده. بالعكس، في الخليج في جنسيات كتير جدا جدا هو بيتعامل مع معظمهم باللغه الانجليزيه. فبنعمل ايه؟ اللي ناويين نعمله ان شاء الله، عندنا اكاديميه لمعلمي التعليم الفني، هنعمل جواها مركز لدعم اللغات، وهنبدا بالمعلمين. عظيم. عشان المعلم لما هينطق صح ده هينعكس على الطالب. حاجه عظمه 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 الى ابعد الحدود. ده على راي الجماعه الاجانب ميوزك تو ماي ايرز حقيقي والله العظيم. شاكرين جدا بجد والله. انا حقيقي سعيد جدا 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 بالمقابله دي، ومتشرف بانه حضرتك ضفنا النهارده. كل الشكر ليك يا دكتور. شكرا. ألف شكر. كل الشكر لدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني.